الطلاق ليس بالأمر الهين، ونصيحتي للزوجين أن لا يتعجلا في الطلاق طلبا أو إطلاقا. وإذا رأت المرأة أنها تريد الطلاق فلتخرج من المكان ولتذهب إلى غرفة أخرى ولتبقى ولتصبر ولتفكر، فإن المرأة تغلبها العاطفة عند المواقف. والمعروف من حال النساء أن الواحدة منهن ترى أن في بقائها في بيتها تحت زوجها الموت السؤال، وأن النجاح والنجاة بالطلاق، فتصر على زوجها أن يطلقها. فإذا طلقها رأت أن فراقها لزوجها هو الموت السؤال في نفس المكان، وتبكي فنقول قبل هذا ينبغي على المرأة أن لا تستجيب لعاطفتها ابتداء، وأن تفعل ما يصرفها عن هذا، وتذهب وتفكر وتتدبر في أمرها وعاقبة أمرها. وينبغي على الرجل أن يفكر قبل أن ينطق بكلمة الطلاق. ليس الطلاق راحة، الطلاق قد يكون عذابا دائما إذا كان هناك أولاد، وربما أن الرجل يحب هذه المرأة وتعلق قلبه بها ولا يصبر عنها، فلا ينبغي العجلة. وإذا رأى الزوج من المرأة أن مصر على الطلاق فليخرج من البيت، الأمر يستحق العناء.